السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم حزين علينا كلنا كزملكاوية، مفيش مشكلة خالص. أنا يمكن أنا مش متعود الهروب، أو مش متعود إن أنا ما أطلعش زي ما كنت بطلع في المكسب، أنا طالع في الخسارة. وأكيد 100% كلنا في غاية الحزن وغاية الزعل، ما كناش منتظرين أداء بالشكل ده من لعيبة الزمالك أو حتى من مستر فيريرا اللي أنا بحمله مسؤولية كاملة النهاردة في خسارة الفريق. انا هتكلم كوره، مش هتكلم في اي حاجه تانية، يعني انا هتكلم في الكوره. انا شايف ان مستر بيريرا كان حريص جدا 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 في المباراه دي، وكان عنده تخوف غريب ان هو بيلعب 3 5 2، بيلعب زيزو فيرويد تحت سيف الجزيري، وبيلعب بثلاثه في نص الملعب. دي مش عادتنا من فيريرا، او ما تعودناش منه على الكلام ده. زائد ان في غلطات غريبه من مستر فيريرا النهارده في التغييرات، انا شايفها غلطات كارثيه، حتى في تمركزات اللعيبه، حتى في اماكن اللعيبه. لما بتيجي انت بديت الشوط الاولاني انت متحفز وقلقان، او متحفز مش عايز تمشي الجيم بشكل معين، ولقيت الدنيا مش كويسه، ولقيت الدنيا هربانه منك. المفروض ان انا بجازف، بس لما جيت جازفت يا مستر فيريرا جازفت غلط. انت جازفت في ناس، حطيت ناس مش في مكانها. يعني انت حاطط لي مصطفى شلبي، لما بتيجي تغير اول حاجه هتكلم على اصابه فتوح. فتوح اتصاب، الطبيعي جدا ان انا عندي عبد الله جمعه على الدكه، مش من الطبيعي ان انا اودي عمر جابر ناحيه الشمال كباك ليفت وعندي عبد الله جمعه موجود جنبي. انت كده قتلت عبد الله جمعه، قتلته وحطيت عمر جابر باك ليفت. طب ما تسيب عمر جابر مكانه، لاعب كل واحد في مكانه. وده اللي احنا بنتكلم فيه. كانت بتنجح قبل كده لان كانت الحاله الفنيه بتاعت اللعيبه عاليه جدا، دلوقتي الحاله الفنيه مش عاليه. كل اللعيبه دلوقتي عندهم اختلاف مستويات، في ناس جديده دخلت، في ناس بتخش، في ناس بتطلع. فانت لما تيجي تجازف، انت حتى لما ابتديت الشوط الثاني برضو ابتديت بنفس الشكل، حطيت سيف الجزيري وتحتيه زيزو، ولعبت مصطفى شلبي ديفندر. هو من امتى مصطفى شلبي بيلعب ديفندر؟ طيب ماشي، مفيش مشكله، عدي دي. جيت قمت عامل تغييرتين، شيكابالا وعمرو السيسي. افضل مكان في الملعب ليه شيكابالا، بيلعب هاف رايت، انت حطيته ناحيه اليمين ليه؟ وجبت مصطفى شلبي ناحيه شمال قصدي، وليه وجبت مصطفى شلبي ناحيه اليمين؟ ما هو انت كده بتعكس مراكز اللعيبه، انت بتشوف قوه لعيبتك فين وبتحطها، انما انت عملت حاجه غريبه جدا. مستر فيريرا النهارده عنده غلطات بالجمله في اختيار التشكيل، في التغييرات، في تمركزات اللعيبه نفسها. يعني انت، انا اول مره اشوف البروف بتاعنا كده. يعني انا زعلان منه جدا ومتضايق جدا، لان خساره ما كانتش ممكن الزمالك تحصل له لو مستر فيريرا في تركيزه العالي. انا مش عارف النهارده، يعني حتى النهارده لما جيت نزلت يوسف اسامه نبيه وسحبت سيف الجزيري مكان، ونزلت شيكابالا مكان سيف الجزيري، حطيت شيكابالا ناحيه الرايت، حطيت زيزو فيرود صريح او مصطفى شلبي فيرود صريح، وانت عندك يوسف اسامه نبيه ممكن يلعب فيرد اوريدي بيلعبها تحت في القطاع. يا جماعه في حاجه غريبه النهارده، الراجل بيلاعب الناس مش في مركزها. ده فيريرا لو عايز يخسر النهارده مش هيعمل كده. انا بقول الكلام اللي، يا جماعه بصوا، اتعودتوا مني على الصراحه، انا هساند وهقف وهنساند وهنقف مع الفرقه وهنفضل ورا الفرقه وهنفضل ورا فيريرا. بس في غلطات النهارده لازم نتكلم فيها. انت حاطط شيكابالا زانقه ناحيه الليفت. شيكابالا عاده بيحب ياخد الكره لجوه ويخش ويشوط، ولا مره هيعملها من ناحيه الرايت، لان انت كده بتجبره ان هو يطلع لبره عشان يعمل بالعرض. مش شيكابالا. زيزو المره الوحيده اللي لعب فيها ناحيه اليمين جات له واحده حطها، جات في العارضه وطلعت. ما تلاعب كل واحد في مكانه. عايز تطلع سيف الجزيري حط مكانه يوسف اسامه نبيه وبيلعب فيرود. ما عندي على فكره، يعني انا مش عارف النهارده غلطات رهيبه عند مستر فيريرا، غلطات كتير قوي. حطيت لي مصطفى شلبي اوريدي جناح شمال، بتحطه جناح يمين. زيزو طول الوقت انت خانقه في مركز الفيرود. يا جماعه زيزو ما بيلعبش فيرود، زيزو مش فيرود، زيزو بيجي من تحت لفوق، سواء من ناحيه اليمين
حتى لما بيلعب ناحيه الشمال ما بيبقاش بقوته الطبيعيه. مش زيزو مش هيديك كوره، مش هيبقى هداف الدوري. زيزو كان هداف الدوري لما كان بيجي من ناحيه اليمين ويقطع لجوه. فانا بطالب مستر فيريرا ان يلعب كل الناس في مكانها. ما ينفعش كل واحد. خد بالك انا الفتره الاولانيه لنهايه الدوري السنه اللي فاتت كان مستر فيريرا بيلعب كتير جدا في مراكز اللعيبه، بس كانت الكره ماشيه، مش هتفضل ماشيه على طول. بعدين انت جايب عبد الله جمعه حطه على الدكه ليه؟ طب ما تلعبوش ليه؟ ما بتلعبش عبد الله جمعه ليه؟ مكانه مكان الباك ليفت، بدل ما تزن عمر جابر في مركز الباك ليفت. عايز تلعب بعد كده بسيد نيمار، طلع عمر جابر العب. انا بصراحه النهارده مستر كولر عمل حاجه غريبه جدا، انه لعب كل واحد في مكانه. النهارده كان موفق جدا، النهارده عمل جيم محترم تكتيكي على الزمالك. ليه؟ عشان مستر فيريرا عمال يغلط، عمال يغلط. حتى التغييرات اللي بيعملها تغييرات كويسه على فكره، ما عنديش مشكله، التغييرات جيده جدا اللي اتعملت، بس التغييرات بتحط كل واحد مش في مكانه، مش هتجيب نتيجه. يعني مش هتجيب نتيجه. يعني انا اول مره بقول لكم اشوف مستر فيريرا في الحاله دي وفي الوضع ده، انه عمال يلخبط. عارفين انتوا عمال يلخبط في التشكيل، وعمال يلخبط في التغييرات، وعمال يلخبط في اللعيبه، وعمال يحط كل واحد فيه هنا. ده الكرة الوحيدة اللي حط شيكابالا فيها ناحية اليمين كان ممكن يجيب جول، الكرة الوحيدة اللي حط فيها زيزو ناحية اليمين كان ممكن يجيب جول. ما مش فاهم. ما عندكش فراودة بره، ما عندك، ما طلعش الجزيري. هو مش تغيير وخلاص. مش تغيير وخلاص. وبعدين أنت قلبت آخر ربع ساعة 4-4-2 أو برضه 4-4-2، أنت فضيت نص الملعب، وكان ممكن النادي الأهلي يعني يبقى لو عندهم تركيز شوية، هم والله خايفين منا. بس هما لقوا فرقه عمال مدرب عمال يغير في اماكن اللعيبه، واللعيبه متلخبطه مش فايقه. كانت مشكله. هنرجع نقول ما عندناش حلول تاني غير ان احنا نساند. لسه بدري، خساره بطوله، ما عندناش مشكله خالص. احنا متعودين كزملكاويه ان احنا بنساند طول الوقت، في المكسب وفي الخساره، في المكسب وفي الخساره. ما عندناش مشكلة، وكلنا برضه ثقة في الراجل، بس الراجل يبتدي يركز أكتر من كده، لأن اللي عمله النهارده مستر فيريرا حالة غريبة جدا. أنا ما هنساند، وبطالب جمهور الزمالك كله يساند، وبطالب جمهور الزمالك كله يقف مع الفرقة، لأن لسه بدري، إحنا عندنا دوري، وعندنا بطولة كأس مصر القديمة والبطولة الجديدة. لسه القديمة ما خلصتش، اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت اللي هي كانت المفروض جديدة. عندنا بطولة إفريقيا لازم نكمل فيها. عندنا مش هنفقد ثقتنا في لعبتنا، مش هنفقد ثقتنا في المدير الفني. عادي جدا، زي ما كنا بيفرحونا دلوقتي هم زعلونا، لازم نقف جنبيهم ونبقى في ظهرهم. وكل المسانده وكل الدعم للفرقه الفتره الجايه، كل الدعم مننا كلنا كجماهير الزمالك. وانا بطالب جماهير الزمالك انها تدعم الفتره اللي جايه دي، سواء مستر فيريرا او اللاعبين. انا اللي عندي قلته فنيا ان مستر فيريرا النهارده يتحمل مسؤوليه كامله، سواء في التغييرات او في التشكيل او في تمركزات اللعيبه، ان هو النهارده هو سبب خساره الزمالك. اللعيبه كانت بتقاتل الشوط الاولاني جدا، الشوط الثاني تاهوا، لان كل واحد ما بيلعبش في مكانه. في الاول وفي الاخر هنفضل نساند وهنفضل ندعم الفرقه الفتره الجايه. كل التحيه لكم وكل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.